صباح الورد والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا في كل القنوات المصرية. صباح العالمين، يوم جديد من أحلى مكان في الدنيا، مدينة العالمين الجديدة. امبارح كان عندنا يوم حافل، هو بصراحة كل يوم هنا في شغل جامد جدا، وتحديدا في الويك اندز. امبارح كان عندنا يوم مكسر الدنيا، مش مكسر العالمين الجديدة بس، حفلة عمرو دياب الهضبة الميجا ستار اللي مشرفنا في كل حتة في الدنيا، والنجم الكبير كريم عبد العزيز واحد من اهم نجوم الوطن العربي ومصر، بيستمر في اليوم الثاني على التوالي في مسرحيته، هو النجمه الكبيره نيلي كريم، مسرحيه السندباد اللي بسم الله ما شاء الله يعني سولد اوت في الثلاث ايام اللي هم بيعرضوا فيهم في مدينه العالمين الجديده. احلى حاجه انا حضرت العرض بتاع سندباد، احلى حاجه تفرح بيها جدا ان الاسر المصريه موجوده. احنا مفتقدين طبعا المسرحيات، ما كانش عندنا الفترات اللي فاتت مسرحيات كتيره على غرار ما كان بيحصل ويحدث قبل كده في عصور سابقه وسنين سابقه لنجومنا الكبار، يعني من غير ما انسى حد زي النجم العظيم ربنا يديله الصحه عادل امام، والنجم الراحل سمير غانم، والنجم محمد صبحي، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فانك تلاقي الاسره المصريه بمختلف بقى مستوياتها ومختلف اعمار الاسره، والضحك اللطيف الجميل اللي ما فيهوش خروج يعني عن الاداب وعن التفاصيل اللي احنا بنتضايق منها، الناس كلها خارجه مبسوطه والناس كلها فرحانه، نجم محبوب وجميل وفي كل السمات والصفات اللي الواحد يتمنى ان هي تكون موجوده في نجم كبير يصلح ان الناس كلها تحبه وتعتبره واحد من افراد الاسره المصريه، النجم الكبير كريم عبد العزيز. ومسرحته يعني ما شاء الله مكسره الدنيا هنا في العالمين الجديده. الناحيه الثانيه عمرو دياب عمل واحده من اجمل حفلاته السنين اللي فاتت، طبعا عدد حضور يقترب من حوالي 30,000 متفرج كان موجود في حفلته امبارح في مدينه العالمين الجديده، تحديدا في مسرح اليو ارينا، مسرح وستيج جامد جدا 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 مخصص ومعمول تحديدا. طبعا هنا في اكتر من مكان مخصص لحفلات في العالمين الجديده، ولكن اليو ارينا هو مسرح معمول خصيصا وديزايند مصمم للميجا ايفنتس، للحفلات الكبيره، سواء بقى الميوزيكال كونسرتس، الحفلات الغنائيه او غيرها من الحفلات الفنيه، بس هو مجهز تجهيزات جامده جدا. وبعدين المكان بتاع اليو ارينا مكان اللي هو زي اللي بنشوفه في اي حته في اوروبا للحفلات الغنائيه الكبيره، مكان كبير جدا للباركينج، مكان كبير جدا جوه الارض بتاعت المسرح نفسه، المسرح والستيج نفسه مجهز بشكل هايل على احدث واحلى مستوى، سقف الساوند سيستم، اللايتنج سيستم، كمان الفاير ووركس وكل التفاصيل دي. عمرو دياب امبارح كان زي ما بيقولوا كده ايه في منتهى الروقان، امتع جمهوره طبعا اللي بالملايين من المحيط للخليج، الناس كانت مبسوطه جدا بالحفله امبارح، هو حتى طول عن الوقت العادي والطبيعي اللي هو بيكون موجود فيه من كتر ما كان هو متسلطن ومبسوط بالاجواء، وشكر الشركه المتحده وشكر بنش مارك وشكر كل المسؤولين اللي وفروا له الامكانيات دي وان هو يكون موجود مع جمهوره في مدينه العالمين الجديده. فالحقيقه كل يوم في حاجه جديده وحاجه حلوه. من الحاجات برضو الجميله والحلوه جدا فكره ان انت عامل الاتاحه، فكره انه حفله عمرو دياب من اول ال 600 جنيه لغايه الناس اللي بتدفع مليون في الحاجات البرايفت اللي فيها اعداد 10 ولا 12 واحد ولا عدد من الافراد قاعدين في مكان مخصص ليهم يكون فيه خصوصيه، اللي عايز يدفع ده موجود واللي عايز يدفع ده موجود، فانت موفر لكل واحد الحاجه اللي تعجبه واللي على قد ايده وعلى قد جيبه. فامبارح كان واحد من احلى الايام اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديده واللي مستمرين فيه مع حضراتكم ان شاء الله لغايه يوم 30/8 لغايه نهايه شهر اغسطس.